وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. أما بعد، إلهي سبحانه وتعالى أيا نقوم هدنيناه كلان كان إلهي سبحانه وتعالى نوسر تقليي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وحن إلهي كبر إياه إنه كلان كان نكدي وكلان بركيسان. إلهي سبحانه وتعالى نحرستي سكسو دجيه. وحن إلهي سبحانه وتعالى كبر إياه عرقي قلبي كسو كلمة حقاه. ألنا سبحانه وتعالى قلبي جني يدقيه نغفره نغنى ديقوكو هذا الكدق يسته كيسا ونكسن الراعة. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أنت كذب وحن جعل هنا كبل أبوه كلمة ديدا ونقن دونتا حسن الخاتمة أما خاتمة ونكسن إلهي سبحانه وتعالى ووافجيه وقفك مؤمنك إنه قد انتو خاتمة ونكسن أما علامات كذو محييهين أسبابها دون محييهين إيوه لنكك له خاتمة دحن إيوه أسبابها دا إيوه علامات كذا أحيان سكو دي إياه إن شاء الله تعالى دكوبا إلى نكسة أروريه. ولكن إنت آنا أقلين إن آيات قرآن كهر مرصده وأرمهاس إلهي سبحانه وتعالى وقاركم إذا قلت الماما يا رب سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط
وأصحاب الأيكة وقوم تبع كلهم كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون
الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون أولا ليال إلهي سبحانه وتعالى أدونك هديئك على هذا سيد النبي عليه الصلاة والسلام نقول حديث صحيحة إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله إذا أراد الله بعبده خيرا إلهي سبحانه وتعالى أدونك سهدوه خير لما قو استعمله بيري استعمله واستعماله وحيره ذن كيف يستعمله استدابه استعماله قال وحيري يوفقه إلى عمل صالح قبل موته إلهي وحوا فجيه عمل صالحه ونكسن انت آن الدمان يريد أنت أن يكون من كهر أي إلهي سبحانه وتعالى عمل عمل صالحه ونكسن أي إلهي وافجيه كاسون نفتك قبته ساسو مركا استعمالك سؤيه وأنا خاتم ذو ونكسن بوت المامية إلهي سبحانه وتعالى أدونك أدو خاتم ونكسن إلهي أقري أنت أن يريد كهر بعمل ونكسن وافجيه وحكى لطؤه حديث كاس وافقصا نبي عليه الصلاة والسلام حديث كدير الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام كقور رمي بني آدم كأبور كيسة إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة نطفة طونك وحال قور ريا قفك مركو إله أبور أفرتن بري إساق نطفة يعني عندوف ما بيهير أباه يهو يدي ستقي يعني لقى أبوري أي أفرتم بريئة هذا ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك مركا كدبنا علقة أي النقضة يعني ليكير أي النقضة ثم بعد ذلك أفرتم عشوها دنا وحو نقضة مضغة يعني قبل يروا الهلبة وهالمر لا أفكال قليو أي نقضة مضغة كاسلية وهالمر أفكال قليو لا على ليو كاسلية وقبل يروا الهلبة أيون نقونا يا أفرتن عيشو مركز يا ملك الله صدرا أو نفتك وعفوفه وحنا قراء رزقي سي أجشي سي شقي يا سعيد وحو يهي أي إلهي سبحانه وتعالى أقرأ حديثك وادير يهي آخر كيسو حليه النبي عليه الصلاة والسلام
qofku waxa laga yaabaa amal xun inuu ka shaqeynay oo uu dambi badan ku jiro markay u dhiman tahay taako isaga iyo naarta aanay ka kala xigin taako ayna ka xigin ayaa qadartii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qoray oo ahayd inuu ilaahay sacaado u qoray ayaa ka hormaraysa amal wanaagsan buu ilaahay waafajinayaa saasuu ahla janno ku noqonaya isagoo inta gaalnimo ku soo jiray xumaan ku soo jiray dembi ku soo jiray ayaa waxaa laga yaabaa noloshiisa inta yar u dambaysa inuu maaragtay markaa ahlu janno ku noqdo qof kalena waxaa laga yaabaa camal wanaagsan inuu kasoo shaqeyno muslim soo yahay intaasoo sano markay wax yar uga dhiman yihiin jannadii ayaa qadartii ka hormaraysaayo qornayd wuxuu markaa samaynayaa camal xun ayuu ku dambaynayaa kaasuu ku dhimanayaa saasuu ahla naar ku noqonaya walciyaadu billaah khaatimada wanaagsan iyo khaatimada xun halkaas buu ku tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam inay jirto ilaahayna subxaanahu wa tacaalaa mid uu gacanta ugu hayo weye addoonka laakiin asbaabay leedahay asbaabo ayay mid walba leedahay tusaalayaal haddaynu ka qaadanno asbaabayaalka asbaabta yacni ilaahay subxaanahu wa tacaalaa khaatimada wanaagsan uu qofka ku waafajiyo istiqaamada iyo toosnaanta iyo daacada ilaahay subxaanahu wa tacaalaa iyo taqwadiisa ka mida ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay ina aladiina qaaluu rabbuna allahu thuma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ikatu allaa takhaafuu walaa taxzanuu وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم إلهي سبحانه وتعالى حليه أي كوى إلهي سبحانه وتعالى عابدي أو إلهي سبحانه وتعالى رميي وضضى سنكو استاقي جوكتي مركا أو وحي دالبنيسي يوحي واجبات كيدو هامري كتاقنادي ilaahay wuxuu ku soo dejiyaa malaa'igtiis malaa'igtaas marka ay soo degayso culimadu waxay ku fasireen waa waqtiga geerida tatanazalu calayhim almalaa'ika malaa'ig baa ku soo degaysa malaa'igtii raxmadda iyo jannada iyo naxariista ah malaa'igtaasaa nafta ka qabanaysa una bishaaraynaysa waana marka uu addoonku markaa jeclaanayo uu arkayo alle subxaanahu wa tacaala waxa uu diyaariyey wuxuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam qofna adduunka kama baxo isaga oo aan arag mowqiciisa jannada ama naarta adduun ka tegi maayo marka ugu dambeyso nafta laga qabanayo ayaa la tusayaa meesha uu jannada ka leeyahay iyo malaa'igta u timi iyo wafdiga u yimi ee soo booqday nafta ka qabanaya hadday yihiin kuwii jannada iyo hadday yihiin kuwii naarta walciyaadu billaah khaatimada wanaagsan marka saas bay u tilmaantay aayadaha iyo axaadiistu inoogu tilmaameen laakiin waa sabab qofku asbaabteeda hadduu la yimaado uu ku kasban karo camalka iyo daacada joogteynteeda ayaa ka mida waxaan soo qaadan laba tusaale oo camaliya maxaa dhacay tusaalaha iyo mahmahda waxbaa ku cadaada oo dadku ay arkaan oo inoo muuqda qof ayaa wuxuu ahaa qof wanaagsan nin dhalinyaro ah buu ahaa kitaabka ilaahay ku ababay qur-aanka kariimka ah masaajidka ku akhrista masaajidka jecel inuu had iyo jeer joogo iska shaqaysto oo shaqa iska yar haysta quutulyoomkiisa uu kala soo baxo wax kasii badan aan lahayn kadibna wuxuu maalinta fasaxa uu yahay oo uyan shaqada lahayn wuxuu aadi jiray intuu kitaabo iyo cajalado iyo xoogaa yaroo dadka ka ururiyey intuu qaado buu meelaha masaakiinta meelaha fuqarada tuulooyinka ku dhow magaaladiisa ayuu aadi jiray markaasuu wixii uu hayana u qaybin jiray dadka masaakiinta ah wixii cajalado iyo kutub iyo waxaasna dadka gaarsiin jiray inta uu sii socdo kitaabka ilaahay buu sii akhrin jiray sii muraajacayn jiray iyo inta uu soo socdo gaarigiisa yar oo iska fudud markuu qaato ninkiisu saas dabcigiisu iska yahay ayaa aksidenti ku dhacay isagoo socda oo meeshii u socda qadarta ilaahay aksidentigii uu galay waxay noqotay in naftiisii ay ku baxdo nimankii markaa ku qaaday
ambalaaska ama isaafka ayaa waxay arkeen waxyaalo yaab leh. Ninkan yar dhalinyarta ah markay soo saareen isaafka, yani ruuxdiisii taqriiban markaas naftu way ka sii baxday ama way ka sii baxaysay, laakiin tashahudkii laa ilaaha illa allah wuxuu ku hayaa farta, afkiisana cod lagama maqlayo, laakiin qur-aankii buu akhrinayaa. Sidii buu ku nafbaxay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku oofsaday, isagoo kitaabkii ilaahayna akhrinaya, tashahudkiina shahaadinaya. Waxay ka mid tahay calaamaadka wanaagsan oo qofka ka muuqda marka uu camal wanaagsan ku dhinto, isagoo oo socda oo dacwo iyo khayr iyo wanaag u socda buu ku dhintay, isagoo shahaadinaya gacantii u taagan tahay buu ku dhintay, kitaabkii ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo qalbigiisa ku akhrinaya buu ku dhintay. Qiso kale waxaa nooga sheekeeyey nin dhakhtar ah, wuxuu leeyahay haweeney ayaa la keenay cisbitaalka, emergency-ga la keenay, ninkeedii oo oday ah baa isaguna la socday. Markaa waxaanu isku daynay inaanu qalbigeedii bal aanu dhaqaajinno oo aanu yacni qofkii xoogaa iscaaf ku sameyno, laakiin markii ajhisadii iyo alaabtii lagu rakibay la fiiriyey qalbigeedii, wuxuu muujiyey jihaaskii qalbigeedii istaagay oo aanu dhaqaaqi ahayn. Markaa sidaas bay geerideedii ku qoreen. Laakiin waxa cajaa'ib lahayd buu yiri qofkii oo annagu sida aanu ku hayno markaa yacni qalabka aanu hayno in naftii ka baxda qalbigeedina uu istaagay, still inay cirka eegayso saqafka oo ay shahaadanayso oo ku celcelinayso weliba. Aad baan u yaabnay, ma qof yacni dhintay baa haddana shahaadanaya oo shahudkiisii la maqlaya. Yacni xaaladeedii sidaasay ku dhammaatay. Waxaan weydiiyey ninkeedi odagii markaan u tacsiyeynay, wuxuu yiri xaaskayga 40 sano ayaanu isqabnay, 40-kaas sano weligay wax aan ku qoonsado ama aanu isku qabanno ma aanan ku arkin, salaatu leylna weligeed kama tegin iyada oo macduur ah mooyaan, weligay ma aanan arkin iyadoo qof xamanaysa, iyadoo qof xamanaysa ama dad wax ka sheegaysana ma aanan arkin, wayna sadaqa badnayd. Acmaasha saalixa marka qofku uu joogteeyo oo istiqaamada uu ku taagnaado, asbaabta ugu weyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu khaatimo wanaagsan ilaahay ugu khaatimo wey, calaamadaheeduna ay ka muuqato. Dhanka kale, jidka waxaa ka dhacay accident, saasoo kaleeto nin dhalinyaro ahba gaariga watay, waxaa uga shidnaa gaariga music iyo heeso iyo disco baa uga shidnaa, hal mar buu gaariga isqalibay, dadkii baa ku soo yaacay, waa loo yimi, isaga oo naf yari ay ku jirto baa laga soo saaray gaariga hoostiisa. Waxaa lagu yiri oo dadkii ay yacni isku dayeen inta iscaafku imanayo ama ambalaastu inay yacni talqiin ugu sameeyaan shahaadad, tashahudkii inuu shahaato tawxiidka qabsado, laakiin waxba hadala way ka soo saari waay. In caraba buu ahaa, markii dhowr jeer ay ku celiyeen gaariga weli waxaa ka baxaya wixii ka baxayay ka yareeyey oo meesha ka qaylinaya, ayuu wuxuu yiri ilcan diinak ma badi asuum walaa badi usalli, ma doonayo inaan tukado, ma doonayo inaan salaado, iyo lacana ku yaal idaafa. Sidii buuna ku nafbaxay. Camal xun haddii uu qofku ku jiro oo uu ku dhinto, wuxuu ka sheekeynayaa alimaam ibnulqayim raximahullahu tacaala, wuxuu yiri
نن أي عادد يسوي هيد خمرك حبذا لقوان هي أدم مدمن وها مدمن يعني وقفك عاد يستأذك وعبه بيها سحارانتها كدبنا ننكي مركي قيريد وكتمي أيادتك قارك يسكوي راهدين الشهاد وعير كوب عب كوب نيكن كوب عب كوب نيكن حالوير الشهاد وعير كوب عب كوب نيكن سيدي بونا كنا في بحيب وغشا كان قرن قيس الديداد وي الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ضوب غلي اللي احنا كزياد ما لها سلنت وحسو جري وي الا اركي جري مركا علماء كتبتودا اي كغه شكايسو خاتمده وناكسن اي خاتمده حن وناغا مركا وحا كميده استقامده وحا كميده اسبابها لوو كسبدو ملا وناكسن قفكو الله حسن الظن بالله انه ملا وناكسن الله سبحانه وتعالى اوهي انه الله ان حرستو إنه إلهي سبحانه وتعالى جندي سقيه إنه إلهي دعدي سأقبله وحكم ذا تقوى ذا إلهي سبحانه وتعالى أسباب تلغوك أسباده أول لازم صلاة ذا وقتية ذا صدق ذا يبادنت ذا خشوع صلاة ذا إنه إسك إلالي يحيى له دنبية ذا حن كبرك يحنت يبانت يدنبية ذا حن إنه كجوكس ذا وحكم ذا أسبابه لغوك أسباده غير ذا إنه حصه وحبضاً نبي عليه الصلاة والسلام وحيله أكثر من ذكر هذه من اللذات حصة أو بضية غير ذا أنت هذا حصي صان وحكم ذا حياله لو كسب ذا توبة ذا سببته ونحسن لو كسب ذا نقفك هاد يشر إلهي وتوبة كان هبين إيه مالين با قارب توبة وقت عادي قارب يلا ذا مايا هبين إيه مال إلهي وتوبة كان نبى ودي النبي عليه الصلاة والسلام إمس جربان طوبت كينا وطوبات جرمانتي طوبت كينا فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة ما لنتي أنا قوح عن إلهي طوبت كين ويديستا والنبي عليه الصلاة والسلام وإلهي الدنب قيسي هرأي الدنب قيسي دماء ودافي وعليها بقل قور كبضان بان إلهي طوبت كين ويديستا ما لنتي وكان إلهي سبحانه وتعالى كويري آياته قدن بيئي كسو الدقاه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا كاو عبدين جري إلهي سبحانه وتعالى استغفارتي سنبقوا عليه الصلاة والسلام إيا التوبة عرب كاقا مركا إناني كبحين استغفارتا إيا إلهي وطوبة كان وهبين والبا توبة كساحته مركا سيحانا يسو الذنوب تادي ما أنت شك التوبة كان إلهي سبحانه وتعالى ونغو نفت هذا لحسابت وحد كل عضي إلهي أقر وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون إلهي سبحانه وتعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون كو أن توبت كين وكو الظالمين تأه ذاتك وحوقي بيبو الإمام القيم رحمه الله إلهي لبق لبق أما والتائب أما والظالم وحكاد حيا ملا إنه يهي التائب وأغف إلهي أتوبت كين إيه هذه الشر ودن بيسك النقنية هدي أنو ساسمين وظالم ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون لبدا سوقي بيبير إلهي سبحانه وتعالى إما تائبا وإما ظالما على مدى باجر اللقو قرته يعني قفك على مدى وناكسن إني تهي أنه ما قران كرنه ما قران كرنه قفك سوى إهل الجنة قفك سوى إهل النار وما قوين كرنه قفنا ما حكومي كرن لكن قفك مسلم كأه هدي وناك يعمل وناكسن كل انتو خير بان أرجينين إيه وناك بان أرجينين هديو على مضحهم كلنتو إيا الدنبي وكلنتو إيا كبائر يسوون كتوبت كينين وهو عبسانينا لكن مقو آمينينو مؤرنينو أهل النار دنبي كستو كدعو عقيدة أهل السنة السداس لا نقطع لأحد بجنة أو نار قف مسلمة أو إسلامة أسقناتي هدو سا كلنتو كبائر ذنوب كلنتو أمر كيسو إلهي بويال هدو دون إلهي وعفين هدونا إلهي سبحانه وتعالى وكو عذابي انتي ودن بقلي لكن هدو التوحيد كل انتو إيا لا إله إلا الله قفكو أمر كيسو إلهي بو إيا لا دن بيه هدو كل انتو هدو لكن وناك علامات في عن إطاعة كل انتي خير با أرجينينا هدو كلنا وأبقينا لكن قف أن أقو آمنينو قف إلهي أغمر خاتك عينو أهل الجنة يهي
قف النبي عليه الصلاة والسلام وغمر خاتك عينه أهل الجنة هي قف كاسوم بجنة وقون سنين سيدة عشر المبشرين والنبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة طلح في الجنة زبير في الجنة سعد في الجنة سعيد في الجنة والنبي عليه الصلاة والسلام أيري وساء تري يركلته وغمر خاتك عي ثابت من غيس ويري تعيش سعيدا وتموت شهيدا يا تتساس وغمر خاتك عي النبي عليه الصلاة والسلام جنة كواس أمبان ومرخاتك عينا إن أهل الجنة يهين حد عين نصبك وصارور كوا النارتا وحكومي قال يوحي كلاتو الدم بيقول قاتينا ساسو كلاتا الله وحكومي لكن قف كلاتو لو ما حكومي كره لا بجنة ولا بالنار لكن على مدى وحاجرة لغو قرن أيو خاتو مدى حن على مدى لغو قرتو يعني خاتو مدى وناكسن على مدى هاس خاتو مدى وناكسن لغو قرتو حكم مدى قفكو إنه كل أنت شهادة لا إله إلا الله كلمة التوحيد أو كل واقع أو يعني مركو قدم يس هذا الكيسة وقدم ينقض من كان آخر كلامه شهادة لا إله إلا الله دخل الجنة أما هريها كقله أما قدالها كقله جنة وقليها سدى النبي عليه السلام وحكم ذا يعني على مدها قرط النبي عليه السلام أطل مامي يعني وش كيسة يعني فودي سين لغو أركو ديدك يعني دين عيسى أما ربان كيسة يدفور كيسة إن ديدت كسب بحه نبي عليه السلام وحيري يعني قفك مؤمن كعرق الجبين أي وكل انتهى وحكى له أكمده على ماتك هبينك الجمعة هذا يقف صالحة هو ناكسن أو هبينك الجمعة هذا ومارك توافقه إني علامة في عنتها تقف في عنها هاوي ديك لو قف وناكسن ها هين وحمد رئيسه وقت قاس وكل انتهى وحكم ذا شهادة وحياله شهادة أما يعني دقالك حقه وجهادك أها كل انته وشرعك أها أما شهادة أنواع ذا كالته وأن دقالك أهين وأن جهادك أهين ونبي عليه السلام أطل مامي ويكمت هاي قفك مثلا هدي ميلك دنته قفك هدي وغريق يعني بدو وكهفته سوى مسلمة ودقف وناكسن أه هدي وماركتي علاش أودنته عذر هذا علاش قاله هدي وودنته مثلاً جبرده أي ودمته نفاسك مرك إدلا يسوع أما أمور رعده يوقف هناك سنة ساسو كلاته كوا صدنا عماش صدنا وحوي شهادوي وأجرك الشهادة أي ليهن سيد حديثك كتل المبطون وصاحب الهدم والغريق والمرأة تموت بجمع سيد النبي عليه الصلاة والسلام يعني وحيكون متى غير داس وحكم من عمل صالحة وفي سوى كل حجرة سوى سجود سن سوى قرآن أخرينية سوى صلاة كنية سوى حج كجرة سوى عمر كجرة سوى أمارة تبر الوالدين والد حسان كيس كجرة سوى مساجد الصعدة سوى كيم إلى آخره أعمال صالحة سوى أما كجرة أما مركع أما يستي وحي يضمن علامة أطهي إلهي سبحانه وتعالى إنه وفجيه يعني غيري ونكسن أما أسباب ونكسن أي كم بتاعي مثلا مساجد كغفكي صفكي سقو تاغنا صفكي سقو تاغن أو صفكي هوري تاغن بماش كدعي يعني نفتينا هالكا سيكا قبا حضي وعمل ونكسن سقو سجود سن أيو ماركتي نفتيكا قبا حضي ضد مسلمين هم بضن باكرة أو ساسة وإلهي سبحانه وتعالى هو خاتمي خاتم داس ونكسن بضن أبا خاتم دا وحي كتما دا قفك وحي وجعله يعني وحي وجعله أو دائم جري أي الله خاتمه وحكى له أكمي دا حيا لها سوء الخاتمة دا إذا كان يعني خاتم دا حن والعياذ بالله إلهي أنك هايو فساد الاعتقاد عقيد قفك حمات يعني الله سبحانه وتعالى توحيد كيسو خلق كقلو شرك كقلو بدع كقشو لبعض كقشو حي كتما ده إن ما ركتي خاتم ذلك حمات وحكى لتوء يعني كم ده الدنيا ده إنا دافسه واجباتك دين تأها إنا الدنيا دافس الدنيا ده وقابل ده ده بتصشى ده ده يعني كو مشغول ده ده سيدا نمو حلقة شاقي صلاة ده كو دافي جرين دلال بوها سوق وحكب بيعين جري يعني بابورتا إيا علابتا إيا بنا دين جري يا شنبغال يا كدري شنبغال شنبغال كوني شنبغال لباكون صدحكون ساسجي يا صلاة دي بالأدمية هوش السوكسي وطا
يا لبا كون يا يري لبا كون يشان بغول يا كدر لبا كون أفر كون شان كون سيدي بقاري أدو نكي وقتمي إلهي أمركيس مركي الشهادة دي ماشي لقصو قيه أيوح بلا شان بغول يا كدر لح بغول كون يشان بغول سيدون بنفسك قبح ذو العياذ بالله. إلهي سبحانه وتعالى وحليه لما آمنه مكرك إلهي سبحانه وتعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسر. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسر. إلهي كبقى وكعب صدى وقتك يكوغو إيمان كرتو قيريد إيوه ما قرانيسد ميلي كوسو جرتو متقان وحكم ده مركو وحيالها على مدى ونهكسن إلهي سبحانه وتعالى قفك وكوا فجيه وأسباب النغطة إنو كبقى سوء الخاتمة محا أغير يعني قفك إلهي سبحانه وتعالى إنو لكل مو إساق وطاهرة سو أرهن ونهكسن ما أرهن ونهكسن هذا عي نبي عليه السلام وحلي هي لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن قف مؤمنة مو يعني ويسد مدوره قف كله مركوا شه مرخاتوي إلهي سبحانه وتعالى قف كان ويسد دورنا يا وهد يجر ويسك فله مركوا هذا عكرتا هبين كينا مرونسك كعذو إن هذا باهته إن هذا سولج أتو واتكتي وسوي حاجة جودتي آمن مكتها هاي أديكم وسيسن هذا هرداد وكل نقطه إن نفتك على بعضه آمن كما تيد هذا عاي هردادو وجرير إن نفت هذا يكون بعضنا ودي أكرت الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. كموتة صغرى بالإير هذا جريد. هرددة وموتة صغرى وجريد يريد. حال ربا مرك أدونكو هذا يجر إنه ألرتي هاي. هذا يجر إلهي سبحانه وتعالى إن تكبر قضه جريد إنه يكوت ما هذا عمل حن كجرا مل حن أدوت تاجن. مرك الشيء مع صدى سمين يسوع راقب الله إلهي سبحانه وتعالى إنه كأركيه. ربا ده مرك عنا يسوع. او على سلاله هاي غريغان وان قادنيا ربدا غريغان ان كو قادنيا ماركا كو قاتانا لخ بلود كديب وخا ربا ان اسكا بخييو دقسي او اسكا عليو وحو مارته انا اي غارين ما امن باد كتاهي لخ بلود غودهيد ان غيريد كو تيماتو او اديغو ربا عنايا اد كو دمتو محارب لله الهي لا دغالمي او دغال الهي كو جيره مياد كتاهي وهكذا والدك مركا عاقل نمضة كسامين السؤامة عاصي نمضة وهذا كم مقانتها قبرنا مركا ننك إذا هجريني سؤامين نكو مركو حاسكي سالظلمين أيو مياد آمن كتهي وقت قاس الظلمي كجرتو إن قريدو كوكو تمادو هذا الظلمي قاس كجرة هذا الله سبحانه وتعالى لكمتو. إذن الخوف من سوء الخاتمة إن وقفكو كب قوي إن قريدو كوكو تمادو بغتة إلهنا سبحانه وتعالى نقدره قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. هذا هو حبيسك جريهين وحبيسك إلانينين قريدك وقتمات بغتت هو انت الان هو ان اسك حسابين وين لقى دكتور هذا مركه ولا ليال وقفكم سي الله سبحانه وتعالى
خاتمه ونكسن وغلق المه إنه إله سبحانه وتعالى هذه جرد عاده سكود ذاله استقامة سيدي ويري إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون إلهي سبحانه وتعالى وحن كبر إنه خاتم دينا وناجيه ألنا سبحانه وتعالى عمل كوناكسن نغصقه إلهي سبحانه وتعالى كو خير كود دالة هدي يجير ألا سبحانه وتعالى نقرده عن إلهي سبحانه وتعالى كبر إنه عمل ونكسن ألا سبحانه وتعالى نوافجيه إلهينا نغصقه إلى أن ربي سبحانه وتعالى كلكل منه عن إلهي سبحانه وتعالى كبرينا قريه إني أهل كني أبط كني دمر كني رجعنا وإنه إلهي بركيه دم بيجو والدين تام بينه إلهي دافه إلهي خير كينه هذه شر نقول كل ميو دت كنينا إلهي نحرستي سينه إلهي كسودجيه عن إلهي سبحانه وتعالى كبرينا إنه خير كنا وافجيه قوة إلهي خير كو استعمالنا إلهي سبحانه وتعالى نقدقه ألنا سبحانه وتعالى إلى كلا كل منه قوة جعل كلك إلهي سبحانه وتعالى نقدره صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.